وبإعادة الأرواح إلى الأجساد، فيقوم الناس لرب العالمين. يقوم الناس من قبورهم لرب العالمين. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره، ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض، دعوة واحدة ما تكرر، ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. نعم. فيقوم الناس لرب العالمين حفاة عراة غرلا تدنو منهم الشمس. تدنو منهم الشمس حتى تكون بمقدار الميل، مقدار ميل. نعم. لكن أهل المؤمنون يكونون في ظلال، إن المتقين في ظلال وعيون، ما يحسون به، لا يحزنهم الفزع الأكبر، تتلقاهم الملائكة. فالمؤمنون في راحة في هذا اليوم، وكان يوما على الكافرين عسيرا، على الكافرين خاصة. فإذا نقر في الناقور عن الصور، فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. أما المؤمنون فيكون يسيرا عليهم، ويكونون في ظلال. نعم. وفي ظل بارد. نعم. تدنو منهم الشمس وتنصب الموازين. نعم. هذا الحشر، الحشر عرفناه أنهم يحشرون في صعيد واحد، يسمعهم الداعي وينفذهم البصر، صعيد واحد متساوي، ما فيه ارتفاعات وانخفاضات. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. يقومون في هذا الصعيد المستوي الذي ليس فيه انخفاضات ولا ارتفاعات ولا جبال ولا شيء. نعم.